كيفية فتح حساب مصرفي سويسري لغير المقيمين في عالم غير مستقر من الناحية المالية ومع حكومة لا يمكن التنبؤ بها؟ فإن اختيار البنك إما أن يكون في دولتك الأم قريبا من منزلك أو بنكا آمنا في سويسرا، حيث يمكن أن يحدث ذلك فرقا بين حماية مدخرات حياتك أو فقدان كل ما لديك بين لحظة وأخرى. أنا أساعد العملاء من جميع أنحاء العالم على فتح حساب مصرفي سويسري. إن العملاء غير المقيمين يأتون إلى سويسرا لحماية أصولهم وثروتهم. إنهم يبحثون عن ولاية قضائية قوية وبنوك آمنة ومستقرة. سوف أعرض لكم الآن كيفية فتح حساب مصرفي سويسري لغير المقيمين. كيف يمكن لغير المقيمين اختيار أفضل بنك؟ أفضل طريقة للتفاوض مع البنك. أنا مالك مكتب محاماة كابوتو أند بارتنرز ومؤسس موقع swissbankinglawyers.com، وهو الموقع والمكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون الناجحون نصائح وحلولاً لحماية أصولهم العالمية. هل تعلم أن 30% من جميع الأصول الخاصة العالمية تدار في سويسرا؟ لا يمكن أن يكون كل مالكي هذه الأصول والتي تدار عبر الحدود على خطأ. لا ينبغي أن تظل الأصول تحت سيطرة سلطة قضائية واحدة في دولتك. فتح حساب مصرفي سويسري هو قرار مهم على المدى الطويل. متوسط مدة الحساب المصرفي السويسري هو 17 عاماً. لا يمكنك التجول في أي بنك في سويسرا مع رخصة القيادة الخاصة بك ومبلغ 10 دولارات بين يديك. البنوك الخاصة السويسرية انتقائية للغاية في التعامل مع العملاء الجدد. إنهم يفضلون العمل مع محترفين يثقون بهم. إنهم يرغبون بالحصول على العملاء المقيمين في الخارج والذين لديهم مبلغ كبير من المال لغرض الاستثمارات طويلة الأجل. البنوك السويسرية يحبون العملاء غير المقيمين ويحبون الوصول لهم من خلال أشخاص هم يثقون بهم. ما هو الحد الأدنى لفتح حساب مصرفي سويسري؟ الحد الأدنى للإيداع يجب أن يبلغ 500,000 دولار أمريكي، ومع المبالغ الأصغر من المستحيل تنويع الاستثمارات للتخفيف من مخاطر الاستثمار. أنصح العملاء غير المقيمين من جميع أنحاء العالم بالبدء بـ1,000,000 دولار أمريكي. بمبالغ أقل عليك شراء صناديق استثمار للحصول على تنويع كاف للاستثمارات والمخاطر. بالنسبة للمستثمر غير المقيم الذي يمتلك أصولا أقل من 500,000 دولار لوضعها على الحساب المصرفي الخارجي، سيكون من الصعب العثور على بنك سويسري يقبله كعميل. العمل الأساسي للبنوك السويسرية هو إدارة الثروات الخاصة. صناديق الاستثمار غالية الثمن. إذا استثمرت مبالغ أصغر في صناديق الاستثمار وليس في استثمارات مباشرة، أسهم وسندات، فستدمر رسوم أداء محفظتك. لذلك فمن المنطقي أن تبدأ بمبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لفتح حساب مصرفي سويسري باعتبارك شخصا غير مقيم. ما هي البنوك الأكثر أمانا لأموالك؟ أكبر البنوك ليست دائما الأفضل. البنوك الأصغر والأقوى والتي لا تتواجد فروعها خارج سويسرا هي أكثر البنوك أمانا. البنوك غير المشاركة في الأنشطة المصرفية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر هي أكثر أمانا لأموالك. العمل مع البنوك السويسرية ذات رأس المال القوي والتي تحصل على نسبة رأس مال من الفئة الأولى تتجاوز 20%. عليك تجنب البنوك التي لديها قروض سيئة معلقة. ألقي نظرة على التقرير السنوي. إليك نصيحة إضافية. تتوفر أهم الحقائق والأرقام في نهاية التقرير السنوي على الصفحات الأخيرة. لن نلتقي بالبنك قبل استكمال جميع المستندات. بالنسبة للبنك يجب عليك إعداد نسخة من جواز السفر، رخصة القيادة ليست كافية، السيرة الذاتية القصيرة، أصل فواتير الخدمات لإظهار مكان الإقامة، المستندات التي تثبت أصل الأموال. أقدم لك بعض الأمثلة للأصول المحتملة للأموال: الاكتتاب العام والميراث والتبرع وبيع العقارات أو الشركة أو الأصول والطلاق والأرباح التجارية والقروض وإيرادات العمل واليانصيب والمدخرات. إذا كان أصل الأموال يعتمد على أنشطة حساسة مثل، سيكون من الصعب فتح حسابات في سويسرا، وتشمل الأنشطة الحساسة المقامرة والألعاب والنوادي الليلية والترفيه للبالغين وصناعة الدفاع والمعادن الثمينة والسلع والماس. ومن الأفضل عدم ذكر مثل هذه الأنشطة وفتح مثل هذه الحسابات في مكان آخر. سننصحك بالذهاب إلى اختصاص آخر للخدمات المصرفية الخارجية. سنلتقي بالبنك فقط إذا كانت جميع المستندات جاهزة وليس قبل ذلك. وإذا واجه البنك مشاكل في مصدر الأموال فسنجد بنكا آخر في سويسرا. إليك نصيحة مهمة للغاية. يجب ألا تكذب أبدا على البنك. كان لدي عميل لا يكشف عن أنشطته فيما يتعلق بأنشطة الترفيه للبالغين. اكتشف البنك مثل هذه الأنشطة وقام بطرد العميل على الفور. سوف نتحقق من سمعتك على جوجل وموقع وورلد تشيك
قبل أن يقوم البنك بفعل ذلك وقبل اكتشاف أي شيء سلبي، يمكن إلغاء أي منشور سلبي يضر بك وبسمعتك على جوجل. فنحن نعرف متخصصي الإنترنت والشركات المتخصصة في مثل هذه الخدمات، ويجب تجنب أي مفاجآت سلبية قد يكتشفها البنك. عندما يجتمع عملاؤنا مع البنك يجب أن يكون كل شيء واضحاً وجاهزاً للعمل. نحن متخصصون في العلاقات المصرفية طويلة الأجل التي تركز على حماية الأصول العالمية. نحن نريد أن يكون عملاؤنا سعداء معنا لسنوات عديدة. معلومات البنوك السويسرية لا يمكن العثور عليها في الجامعات والمكتبات أو على شبكة الإنترنت. إذا كنت تحب معرفة المزيد عن هذه المعلومات فتأكد من عدم تفويت الرسالة الإخبارية التالية واشترك في نشرتنا الإخبارية. إذا أحببت هذا الفيديو فقم بالاشتراك في قناة يوتيوب الخاصة بنا. إذا كنت تريد فتح حساب مصرفي سويسري فسوف نعرض لك أكثر البنوك السويسرية أماناً والتي ستحافظ على أموالك، وسنقدم لك مدير أصول متخصص وذو خبرة. مديري الأصول المستقلين متخصصون في الحصول على نتائج جيدة، فلديهم سجل حافل ويمكن قياس نتائجهم. أرسل لنا بريداً إلكترونياً على contact@swiss-banking-lawyers.com أو اتصل بنا على 00414-212-4404. كن ثرياً وابقى ثرياً. أتمنى لك يوماً جميلاً.